إذا شمل نماذج وشواهد كثيرة جدا. فالشيخ رحمه الله يقول هذه العلل أو هذه الشروط من مصادرها الاستقراء، أن الأصوليين استقروا عدة نصوص وعدة نماذج وشواهد. طيب، ليس ذلك فقط، نظروا إلى تعريف العلة نفسها، ما هي العلة؟ الوصف الذي شرع الحكم عنده، يعني فنظروا إلى ما يتحقق فيه هذا التعريف. الشيء إذا كان يشبه العلة لكن إذا وزنوه بتعريف العلة فلم ينطبق عليه التعريف، قالوا هذا لم يتوافر فيه شرط من شروط العلة. فالشاهد أن هذه الشروط لم تأتي عن فراغ، وإنما انبنت على أعمال وعلى جهود كثيرة للأصوليين عليهم رحمة الله عز وجل. ومما نظروا فيه أيضا لاستخراجهم لهذه الشروط، قال المؤلف نظروا إلى كون العلة هل هي متعدية أم قاصرة، لأن العلة إذا لم تكن متعدية لا فائدة منها. المقصود من البحث عن علل الأحكام كي نتوصل بذلك إلى تطبيق حكم الأصل في صورة الفرع. فإذا علمنا أن هذه العلة الموجودة في الأصل لن تتعدى الأصل، إذن لم تعد في ذلك فائدة من كونها علة، لم تعد في ذلك فائدة. فهذه هي ما قد نسميه بالروافد أو المصادر لما يسميه العلماء الأصوليون بشروط العلة، من أين وجدوا أو كيف توصلوا إلى هذه الشروط. طيب، أمر آخر نبه إليه المؤلف هنا، قال هذه الشروط تنقسم إلى قسمين، منها ما هو متفق عليه بين الأصوليون، بين الأصوليين قال اتفقت فيها أو على اشتراطها كلمة الأصوليين، أي لم يختلفوا في كونها شروطا للعلة، والبعض الآخر اختلفوا فيه، يعني منهم من رأى أن هذا شرط ومنهم من يرى أن هذا ليس بشرط. فهذا المقصود بكون الشرط متفقا عليه أو مختلفا فيه. فمن هذه الشروط صحيح ما هو متفق موضع اتفاق بينهم، ومنهم ما هو محل خلاف بين الأصوليين. ومن حسن تصرف المؤلف رحمه الله أنه أراد أن يقتصر على ما اتفق عليه من الشروط بين الأصوليين، فلذلك قال ونحن نقتصر على بيان الشروط المتفق عليها، يعني لا نريد أن نشغلكم بالشروط المختلف فيها، بل يكفينا أن نتعرف على ما اتفق عليه الأصوليون من شروط العلة، فهذا الذي سيشرع في ذكره الآن المصنف رحمه الله تعالى. نعم، شروط العلة. نعم، شروط العلة المتفق عليها أربعة. نعم، أولها نعم أن تكون وصفا ظاهرا، ومعنى ظهوره أن يكون محسن نعم يدرك بحاسة من الحواس الظاهرة. نعم، لأن العلة هي المعرف للحكم في الفرع، فلا بد أن تكون أمرا ظاهرا يدرك بالحس في الأصل. نعم، ويدرك بالحس وجوده في الفرع. نعم، كالإسكار الذي يدرك بالحس في الخمر. نعم، إذن هنا ضابط مهم وجعله المؤلف أول هذه الشروط المتفق عليها بين الأصوليين، أن ما يصلح أن يكون علة للحكم لا بد أن يكون ظاهرا، لا بد أن تكون ظاهرا. ما معنى الظهور؟ أي مما يدرك بالحواس، يعني مما يرى، مما يلتمس، مما يلمس،
مما نستطيع أن نقول ها هذا موجود في الأصل وهو كذلك موجود في الفرع، لا يكون شيئا خفيا، يعني لا يكون شيئا خفيا. قال الوصف الخفي لا يصلح أن يكون علة يبنى عليها الحكم، وإنما الذي يصلح أن يكون علة هو الوصف الظاهر ما يدرك بالحواس. والآن يضرب مثالا لذلك، قال مثل الإسكار. الإسكار وصف في الخمر، وهذا لا يحتاج إلى قدرة فائقة، أو لا يحتاج إلى أن يكون الإنسان خبيرا أو يحمل شهادات معينة، يعني بمجرد أن يرى إنسانا شرب مشروبا وتغير عقله وصار كلامه غير مستقيم وتصرفاته قريبة من تصرفات المجنون، نقول قد شرب شيئا مسكرا، شرب شيئا مسكرا. إذن هذا الإسكار مما هو ظاهر، ليس بخفي، ليس بخفي. فإذا جئنا إلى شراب آخر شربه شخص آخر، فإذا به له مثل تأثير ذلكم الشراب، فنقول ما لاحظناه، ما لمسناه، ما رأيناه في الخمر كذلك قد وجدناه ورأيناه في هذا الشراب الجديد. إذن هذا يصلح أن يكون علة لأنه ظاهر، يعني ظاهر في الأصل وظاهر في الفرع. هذا مثال لما هو ظاهر. قال ويتحقق، نعم، كالإسكار الذي يدرك بالحس في الخمر، نعم، ويتحقق بالحس من وجوده في نبيذ آخر، نعم، نعم. والقدر مع اتحاد الجنس. هذا مثال آخر، انتهى من مثال الخمر. الآن يذكر مثالا آخر لظهور الوصف الصالح للعلية، نعم. والقدر مع اتحاد الجنس اللذين يدركان بالحس في الأموال الربوية الستة، نعم. ويتحقق بالحس من وجودها في مال آخر من المقدرات، نعم. هذا مثال ثاني، الأموال الربوية الستة، أي ما جاء التنصيص عليه في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، لا تبيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة ولا البر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر. هذه ستة: الذهب، الفضة، البر، الشعير، التمر، الملح. هذا ما يسمى بالأموال الربوية الستة، لأن النص جاء عليها، نص النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الستة يوم ذكر ما لا يجوز أن يدخله الربا. قال لا تبيع كذا إلا مثلا بمثل، سواء بسواء. فهذا الذي اصطلح الفقهاء على تسميته بالأموال الربوية الستة. طيب، الفقهاء رحمهم الله بحثوا عن العلة الجامعة بين هذه الأموال الستة، حتى لماذا؟ إذا عرفنا العلة التي من أجلها صار الذهب مالا ربويا، عرفنا العلة أو الوصفة الذي من أجله أصبحت الفضة مالا ربويا، فكل ما وجدنا هذا الوصف في مال آخر، في مال آخر، قلنا هذا أيضا مال ربوي. فإن لم نجده فيه نقول هذا ليس ربويا. وهذه مسألة مهمة جدا، يعني الربا لا يدخل الربا في كل الأموال، يعني مسألة الربا غير داخلة في كل الأموال، وإنما داخلة في الأموال الربوية، وما تحقق فيه ما قد تحقق من الوصف أو العلة في الأموال الربوية فقط.
فمثلا الذهب والفضة اتفق كلمة الفقهاء على أن العلة في تحريم الربا فيهما كونهما ثمنا، كونهما ثمنا، الذهب كان ثمن ثمنا للسلع، وكذلك الفضة كانوا يثمنون بها السلع. إذن العلة الجامعة بينهما هي الثمنية. طيب اليوم عندنا في نيجيريا عندنا نيرة، وفي السعودية عندهم الريال، وفي مصر عندهم الجنيه، وفي أمريكا عندهم الدولار. طيب ما الذي يجمع بين هذه كلها؟ أنها كلها أثمان، أنها كلها أثمان. إذن العلة الموجودة في الذهب والفضة موجودة كذلك في الأموال التي ذكرتها لكم، نيرة ودولار والريال والجنيه وغيرها. إذن نقول النيرة مال ربوي أم ليس مالا ربويا؟ هو مال ربوي. لماذا؟ النص عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لكننا وجدنا العلة فيما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وجدنا العلة نفسها في النيرة، فلذلك صار النيرة مالا ربويا. طيب هل هذا مال ربوي؟ نعم أو لا؟ قد يكون نعم وقد يكون لا. ننظر إلى العلة، هل يستخدم هذا كثمن للبضاع للبضائع، كثمن للسلع؟ الناس يأخذون هذا إلى السوق يقولون بيع لي كيلو من الرز وخذ الجوال. إلى الآن لم نجد هذا، إذن لم تتحقق فيه الثمنية، لم تتحقق فيه، فنقول هذا ليس مالا ربويا. طيب الرصيد في جوالاتكم، الرصيد الذي تتكلمون به هي تايم، هل هو مال ربوي أم ليس مالا ربويا؟ ليس مالا ربويا. هل توافقونه على هذا؟ بل هو مال ربوي. الآن ألستم تشترون وتبيعون بأرصدتكم في الجوال؟ بلى، الناس الآن يبيعون ويشترون لا بالنيرة لا بالنقود، ولكن بموجب ما عندهم من الرصيد. الناس الآن في زمننا هذا يبيعون ويشترون بما عندهم من الرصيد، فهو مال ربوي لأن الثمنية قد تحققت فيه. كل ما أصبح ثمنا، حتى لو اتفق الناس على أن يجعلوا هذا أيضا ثمنا للبضائع يبيعون ويشترون به، صار ثمنا فيصبح مالا ربويا. هذا معنى العلة، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فالشاهد المؤلف رحمه الله يقول هنا الأموال الربوية ما الذي وجدنا فيه؟ القدر مع اتحاد الجنس. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعن جميع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة ولا البر بالبر إلا مثلا بمثل. إذن هذا الذي أشار إليه المؤلف بالقدر، بالقدر، يعني إذا أردت أن تبيع مالا ربويا بمال ربوي مثله فيجب أن يتحدا في القدر مثلا بمثل. لا تبيع صاعا من البر بصاعين من البر، ولا تبيع جراما من الذهب بجرامين من الذهب، ولا بثلاثة جرامات من الفضة بخمسة جرامات. لا تقول هذه جرامات فضة نيجيريا وتلكم جرامات فضة أمريكا، الفضة فضة والذهب ذهب، إلا مثلا بمثل سواء بسواء.
وفي نهاية هذا الحديث أضاف النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا اختلفت هذه الأجناس، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذا معنى إذا اختلفت الأجناس، الآن الفضة جنس، الذهب جنس، هل جنس الذهب والفضة كجنس التمر، كجنس البر، كجنس الشعير؟ الجواب لا. إذن بإمكانك أن تبيع جراما من الذهب بمئة جرام من الفضة. لماذا؟ لأن الجنس مختلف. فإذا اختلفت هذه الأجناس، يعني الذهب لا يباع إلا بمثله، مثلا بمثل، لكن هل يلزم أن تبيع جراما أو كيلو من الذهب؟ نقول لا بد أن تأخذ مقابله كيلو من الفضة. من يفتي بهذا؟ ليس كذلك. لكن ما الدليل؟ الدليل هو الحديث نفسه: إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذا كان يدا بيد أي الثمن والمثمن، الثمن والمثمن يكونان موجودين عند التعاقد. لا تقولوا خذ 10 كيلو جرامات من الفضة وغدا سأتيك بكيلو من الذهب، لا، هذا مخالف للحديث. إذا كان يدا بيد أي هات وخذ، هات وخذ. طيب، إذا قال المؤلف هنا: وجدنا أن العلة كون الذهب ثمنا وكون الفضة أيضا ثمنا، مع ذلك نظرنا إلى القدر، يعني ما الذي يحل وما الذي يحرم. يعني إذا اتحد الجنس ننظر إلى ماذا؟ إلى القدر. لا تبيع إلا مثلا بمثل إذا اتحد الجنس. طيب، وإذا اختلف الجنس فلا ننظر إلى القدر، بل يجوز أن يختلف القدر. وكذلك أيضا نقول الآن: النيرة جنس، والدولار جنس، والريال جنس. فلذلك يجوز أن تبيع دولارا واحدا، اليوم يباع الدولار الواحد ب500 نيرة نيجيرية، هذا ليس حراما، حلال وليس ربا، لأن الجنس غير الجنس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. الشرط الذي يجب أن يتحقق في هذا النوع من البيع أن الدولار والنيرة الثمن والمثمن لا بد من وجودهما عند التعاقد. تأتي بدولار واحد وأنا آتيك ب500 نيرة، وإن شئت قل 600 نيرة، وإن شئت قل دولار واحد بنيرة واحدة بالتراضي بيننا، لا إشكال، لا إشكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بيعوا كيف شئتم. المسألة يعني تتعلق بالرضا، رضا الطرفين. طيب، بهذا لا يصح التعليل بأمر خفي لا يدرك بحاسة ظاهرة، لأنه لا يمكن التحقق من وجوده ولا عدمه. نعم، هذا هو السر في اشتراط الظهور في العلل. السر في اشتراط الظهور في العلل أن ما ليس ظاهرا ولا يدرك بحاسة يكون يعني من شبه المستحيل أن نجعله علة للحكم، لأنه غير ظاهر، يعني قد لا يعرفه. والشيء الذي لا نعرفه كيف نتحقق من كونه علة؟ والحكم الشرعي يكون عاما لجميع الناس، للقريب وللبعيد وللعالم وللجاهل وللخبير ولغير الخبير، فلا بد أن يكون ما يناط به الحكم أمر ظاهر. فالآن يضرب مثالا واضحا هنا، قال:
فلا يعلل ثبوت النسب بحصول نطفة الزوج في رحم زوجته بل يعلل بمظنته الظاهرة وهي عقد الزواج الصحيح. نعم. إذا جاء إنسان الآن فقال هذا ولدي، هذا ولدي، جاء بغلام فقال أنا أبوه، هذا ولدي وهو ابني أنا أبوه. طيب نقول كيف هو ولدك؟ يقول أمه زوجتي، أمه زوجتي، أي بيني وبين أمه عقد نكاح. هذا يكفي شرعا، يكفي شرعا، لأن هذا شيء ظاهر، يعني كون العقد يعني تم بين رجل وامرأة شيء يعلن عنه ولا يكون في الخفاء، هذا يكتفي به الشرع في تعليل ثبوت النسب، ثبوت النسب. طيب هل نصل إلى درجة أن نقول لا، لابد أن نتحقق هو زوجتك، هي زوجة أمه زوجتك، لكن هل دخل منيك في رحم أمه؟ كيف علمت أن نطفتك دخلت؟ هذا أمر خفي، هذا أمر خفي، فلذلك يكتفى بما هو ظاهر في تعليل الأحكام، يعني في عقد زواج بين الرجل والمرأة، فنتيجة هذه العلاقة يكون ولدا حلالا وليس ولد زنا. نعم. ولا يعلل نقل الملكية في البلدين، في البلدين، في قال بلدين، كتب هنا البلدين، أين هو؟ عندي هنا. ولا يعلل في البلدين، إذا عندكم بلدين صحيحوا في البدلين. نعم. ولا يعلل نقل الملكية في البدلين. نعم. بتراضي المتبايعين. بل يعلل بمذنته الظاهرة وهي الإيجاب والقبول. نعم. ولا يعلل بلوغ الحلم. هذا مثال آخر. قال في البيع، البيع قلنا لكم من أثر البيع الظاهر أو الحقيقي هو انتقال الملك من الباعي إلى المشتري، انتقال الملك من الباعي إلى المشتري، هذا هو أثر للبيع. إذا كان البيع صحيحا تبع ذلك نقل الملك، ملك الشيء المباع تنتقل ملكيته أو ملكه من الباعي إلى المشتري. طيب كيف أو ما هو مناط هذا الحكم؟ الحكم هنا نقل الملكية بموجب البيع، عقد البيع صحيح، لكن بما نعلل هذا الحكم؟ على ماذا يناط هذا الحكم الشرعي؟ أناط الشارع هذا الحكم بوجود عقد، بوجود عقد شرعي، العقد الشرعي الذي هو نتيجة إيجاب وقبول، يعني بعتك اشتريت، بعتك اشتريت، هذا هو الظاهر. لكن ما هو خفي هو أن هل البائع راض أو المشتري راض؟ قد لا نعلم، أمر خفي، يعني هو باعه وهو راض وذاك اشتراه وهو راض أم غير راض، لكن إذا قال بعتك أخذنا ذلك على أساس أنه لو لم يرضى لما قال بعت، وإن قال ذلك اشتريت نأخذه، أمر ظاهر، يعني نحن كلفنا بالأمر الظاهر أنه لا فعلا وأوجب البيع وذاك أيضا قبل البيع بموجب الإيجاب والقبول. يعني هذا مثال آخر لكون العلة ما هو ظاهر وليس ما هو خفي. نعم. ولا يعلل بلوغ الحلم بكمال العقل بل يعلل بمظنته الظاهرة وهي بلوغ 15 سنة أو ظهور علامة من علامات البلوغ قبلها. نعم. يعني لا شك أن مما يتوخى من الرجل البالغ أن يكون عاقلا، يعني أن إذا كنا عاقل بالغ يعني يفهم من ذلك أنه أصبح يعقل الأمور، يعرف
ما يعني ما يليق به بالرجل وما لا يليق به، يعني انتقل من مرحلة الطفولة وأصبح رجلا. طيب، لكن يعني كيف نختبر كل من أصبح بالغا، هل هو عاقل أم غير عاقل؟ هذا أمر ظاهر أم خفي؟ هو خفي، لكن ما هو ظاهر أنه إذا أنبت الشعر، هذا من العلامات، إذا أنبت الشعر في المكان الذي ينبت فيه الشعر، يعني في الرجل مثلا، الفتاة أو البنت إذا حاضت مثلا، يعني علامات ظاهرة، علامات ظاهرة نستدل بذلك، نجعلها علة لإثبات البلوغ، كأن البلوغ هنا حكم شرعي، فنريد علة لثبوته، فنقول هذه الفتاة حاضت، هذا أمنع، يعني حصل فيه ماذا؟ الاحتلام مثلا، احتلم وأنزل المني، يعني هذه كلها يعني يكون أمرا ظاهرا، بينما هل أصبح عاقلا أو غير عاقل قد يخفى هذا في كثير إن لم يكن في جميع الأحوال. مسألة بلوغ 15 سنة هذا اجتهاد، لعل اجتهاد من الشيخ رحمه الله، أو ربما لوجود نظام في مصر آنذاك نص على أن من بلغ 15 سنة فهو بالغ، ولذلك أصل أيضا في الفقه عند الأحناف وغيرهم يجعلون سنا معينا للدلالة على بلوغ الإنسان، ويستدلون بذلك على ما حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في بعض صغار الصحابة. بعض صغار الصحابة حكوا أنهم عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم لكي يشاركوا الناس في القتال، فلما كان عمرهم أقل من 15 سنة ردهم النبي صلى الله عليه وسلم، وفي العام الذي بعده قد بلغ تلكم السنة أجازه النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا يستدل به على أن من بلغ هذا السن فهو رجل وليس طفلا، لأن من الذي يذهب للقتال للجهاد، أطفال أم رجال؟ رجال. فهذا الذي لعل الشيخ رحمه الله بنى هذا ما ذكره هنا على مثل هذا، والله أعلم. نعم. طيب، الثاني. نعم. وثانيها أن يكون وصفا منضبطا، ومعنى انضباطه أن تكون له حقيقة معينة، أن تكون له حقيقة معينة محدودة يمكن التحقق، حقيقة معينة. معينة. نعم. أن تكون له حقيقة معينة محدودة. نعم. يمكن التحقق من وجودهما في الفرع بحدها أو بتفاوت يسير، لأن أساس القياس تساوي الفرع والأصل في علة حكم الأصل. نعم. وهذا التساوي يستلزم أن تكون العلة مضبوطة محدودة حتى يمكن الحكم بأن الواقعتين متساويتان فيها، كالقتل العمد العدوان من الوارث لمورثه حقيقته مضبوطة، وأمكن تحقيقها في قتل الموصى له للموصي، والاعتداء في ابتياع الإنسان على ابتياع أخيه حقيقته مضبوطة، وأمكن تحقيقها في استئجار الإنسان على استئجار أخيه. نعم. الشرط الثاني أن يكون هذا الوصف وصفا منضبطا، ومعنى الانضباط يعني للانضباط ظواهر عديدة، ومن ظواهر الانضباط ألا يختلف الوصف من شخص إلى آخر، يعني هذا من مظاهر إيش؟ الانضباط، يعني أن هذا يتحقق في جميع الناس على اختلاف بلدانهم وأعمارهم وطبعهم وما إلى ذلك، نقول هذا وصف منضبط. مثل السفر كما ذكرنا سابقا، أن المشقة الناس يختلفون في المشقة، يعني ما شاء الله إذا أنا وأنت الآن خرجنا مسافرين، المشقة التي تجدها
قد لا تكون هي نفسها ما أجدها أنا من المشقة، ولكننا كلنا مسافرون، فالسفر يكون شيئا منضبطا فيصح أن يعلل به الحكم الشرعي للمشقة، وإن كان الغاية أو الحكمة للتخفيف من عدد ركعات الصلاة ومن إباحة الفطر، يعني لرفع هذه المشقة، لكن لكون المشقة أمرا غير منضبط لجأنا إلى ما هو منضبط وهو السفر. فيقول المؤلف هنا: لذلك يشترط الأصوليون أن يكون الوصف أن تكون العلة وصفا منضبطا. وضرب لذلك مثالين، أو نعم، قال: كالقتل العمد العدوان من الوارث. يعني الآن من موانع الإرث، الإرث له أسباب وله موانع. يعني من موانع الحرث أن يكون الوارث قاتلا لمورثه، يعني إذا ثبت أن الابن قتل أباه لا يرثه، القاتل لا يرث. طيب، قال المؤلف: كيف نتأكد نقول هذا قتله؟ لأن الشرع هنا أراد أن يمنعه من أن يجني من أن يجد فائدة لجريمته، هذا هو المقصود. يعني الشرع أراد أن يمنع هذا القاتل من أن يجد ثمرة لجريمته. يعني إذا كان عرف أن فلان سامات بيته سيسير إليه فقتله، فقلنا أنت ترثه خذ البيت، إذن كأنه استفاد من الجريمة، فلذلك لا بد أن نتحقق من هذا القتل، هل هو قتل عمد أم قتل خطأ؟ فلذلك قال المؤلف: القتل العمد العدوان. القتل العمد يعني إذا قتله بما يقتل بمثله غالبا، قتله بسكين، قتله بحجارة، قتله ببندقية، هذا معروف أنه يقتل، هذه كلها معروفة أنها تقتل. طيب، كيف العدوان؟ يعني اعتدى عليه، يعني فيه نوع من العدوان، يعني لأنه ربما قال: تعال في شيء من شعرك هنا أقطعه لك بالسكين، فإذا به يذبحه، يعني ليس قصده الاعتداء عليه، فهذا لا يسمى، هو قتل عمد لكن ليس عدوانا. وكذلك الولاء المؤدب، يعني مدرس أو والد يؤدب ولده، يعني ربما ضربه بشيء ثقيل، ربما قتل، لكنه ليس يعني من باب الاعتداء، فلذلك يقال: القتل العمد العدوان. القتل العمد العدوان هو الذي يثبت به القصاص، وهو الذي يمنع به من الإرث. القتل العمد العدوان وما يمنع من أجله الإرث، هذا الذي قاله المؤلف هنا. وقال: طيب، هذا وجدناه حكما شرعيا هو الأصل. طيب، فلان أوصى يعني أوصى لغير مورثه، قال: إذا مات هو فإن بيته الفلاني في مكان كذا، فإني أعطيه شخصا ذكره باسمه وعينه. فجاء هذا الموصى له فقتل الموسي. إذا كان القتل أيضا عمد عدوان، فيأخذ حكم من قتل مورثه، فيمنع من الاستفادة من جريمته، وهذه قاعدة عامة في الفقه، يعني العلماء استخرجوا من ذلك قاعدة فقهية عامة، قالوا فيها: من استعجل أمرا قبل أوانه عوقب بحرمانه،
قبل أوانه عوقب بحرمانه. يعني الوارث الذي قتل مورثه، يعني لو صبر ومات المورث سيرثه الموصى له الذي قتل الموصي، والموصي قد أعطاه وصية، لو صبر حتى مات الموصي لكان من حقه ما أوصي به له، لكنه استعجل فقتله. فهذه قاعدة عامة في الفقه، أن من استعجل أمرا قبل أوانه عوقب بحرمانه. نعم. الاعتداء في ابتياع الإنسان على ابتياع أخيه حقيقته مضبوطة، وأمكن تحقيقها في استئجار الإنسان على استئجار أخيه. هذا مثال ثالث. النبي صلى الله عليه وسلم نهى نهيا صريحا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، إذن محرم البيع على البيع محرم. طيب المؤلف يقول هنا، طيب الإجارة على الإجارة هل هي محرمة مثل البيع على البيع؟ نقول نعم، لأن المعنى متحقق فيه، المعنى متحقق فيه. ومن ناحية أخرى ذكرت لكم أن العلماء يعاملون الإجارة كالبيع في جميع الصور. لماذا؟ لأن البيع إنما هو بيع للأعيان، كما أن الإجارة بيع للمنافع. ما يسمى بالبيع إنما هو بيع للعين، العين للأعيان. والإجارة قالوا هي أيضا بيع، الإجارة أيضا بيع، لكن ليست للأعيان وإنما للمنافع. فالإجارة والبيع باباهما متقاربان جدا في كثير من الأحكام، والسبب في ذلك أن ما تحقق في البيع تحقق في الإجارة. إنما هذا ما بيع هنالك عين، وهنا بيعت منفعة، بيع للأعيان وبيع للمنافع. نعم. لهذا لا يصح التعليل بالأوصاف المرنة نعم. لهذا لا يصح التعليل بالأوصاف المرنة غير المضبوطة، التي تختلف اختلافا بينا باختلاف الظروف والأحوال والأفراد. فلا تعلل إباحة الفطر في رمضان في رمضان للمريض أو للمسافر بدفع المشقة، بل بمظنتها وهو السفر أو المرض. جميل، هذا سبق أن ذكرناه. هذا معنى من كما قلت لكم من مظاهر الانضباط في العلل، أن العلة لا تختلف من شخص إلى آخر، بل يتساوى الناس فيها الاختلاف أجناسهم وألوانهم وأعمارهم وما إلى ذلك. أما ما كان يختلف من شخص إلى آخر، من بلد إلى آخر، فهذا غير منضبط. فلذلك يشترط العلماء أن تكون العلة وصفا ظاهرا أولا، وثانيا منضبطا. نقف هنا إن شاء الله تعالى، نواصل الدرس في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا عندكم سؤال، نعم تفضل. حياكم جزاكم الله خير. حياكم. ذكرتم آنفا أن الأرصدة الجوال صارت عادة الآن أثمانا فيدخل فيها الربا. نعم. فبهذا هل نقول استعارة الأرصدة عند مثلا MTN أو Airtel، فهم يعني يجعلون مع ذلك ثمنا للاستعارة، فهل نقول بهذا أن الأرصدة استعارة الأرصدة حرام لأنه ربا؟ استعارة الأرصدة في الأصل ليس حراما، يعني إذا كان مقابله مساو لما استعيره. الآن استعرت منك رصيد قدره أو قيمته 1000 ليرة، وعندما أرد لك ما استعرت منك كم رددت؟ 1000 ليرة. هذا ليس حراما، يعني رد المثل ليس حراما، بل هذا يعتبر قرضا حسنا مما يؤجر عليه الإنسان. أنا أعطيتني 1000 ليرة
ورجعت أرجعت لك ألف نيرة. هذا مما يؤجر عليه الإنسان، كأنك أقررته قرضا حسنا. لكن الإشكال مثل ما قلت أن الشركات هذه عندما تعطيك ألف نيرة تريد أن تأخذ منك ألف ومئة، يعني أعطتك رصيد بألف نيرة وتأخذ منك مبلغا ماليا قيمته ألف نيرة ومئة نيرة أو نيرة واحدة، مهما قلت الزيادة، مهما قلت أو كثرت الزيادة، فهذا ربا. والسبب واضح مثل ما قلت لكم، العلماء الفقهاء اتفقوا على أن علة الربا في الذهب والفضة الثمنية، الثمنية أي كونهما ثمنين، وكل ما صار ثمنا يأخذ حكمه. يعني الآن الأرصدة هذه الآن صارت ثمنا في هذه البيئة وفي غير هذه البيئة، يعني ما في بلدان كثيرة الآن الناس يعني يكادون لا ينفقون أموالهم. ذكر لي أن في كينيا الأمر منتشر أكثر من انتشاره في نيجيريا، يعني في الأسواق يبيعون ويشترون بموجب ما لديهم من الأرصدة في هواتفهم. فالجواب أنه نعم، يحرم أن تأخذ رصيدا بمئة نيرة وتدفع مقابل ذلك 105 أو 110، لا يجوز. والصورة المقابلة لذلك لهذا أيضا محرمة، يعني هو ما يسمى بالخصم، بالخصم. الخصم كذلك يأخذ حكم الربا. يعني مثلا الآن هذه الشركات تقول إذا تريد أن تستعير منا رصيدا قيمته ألف نيرة سنعطيك، لكن عندما ينزل الرصيد في جوالك كم ينزلون؟ 900 نيرة، وأنت تدفع كم؟ ألف. هذا هو عين الربا، يعني لا يخفى عليكم، هذا هو عين الربا. الخصم ربا أيضا، يعني الخصم بجميع صوره وأشكاله محرم. والصور الأوضح من هذا في الأسواق المالية عند المتعاملين بالأوراق، ما يسمى بالأوراق المالية. أنا الآن إذا عندك شيكا، واحد حرر لك شيك، والشيك سيأتي موعده، موعد تحصيل النقود ربما بعد شهر أو شهرين، كتب لك شيكا قال ادفعوا لي مبارك مليون نيرة إن شاء الله في شهر أكتوبر مثلا، ونحن في شهر أغسطس. طيب عندك شيك الآن بمليون نيرة، لكن لا تستطيع، يعني هذا المال الآن غير سائل، يعني لا يمكن إنفاقه الآن، هذا ما يسمى بالسيولة، أي لا يمكن إنفاقه حالا، لا بد أن تنتظر إلى شهر أكتوبر. في سوق الخصم الآن، في سوق كبيرة تسمى بسوق الخصم، تأتي بهذا الشيك إلى سوق الخصم وتعرضه لمن أراد خصمه، أي يقول كم كتب لك؟ مليون. طيب أعطيك الآن في شهر أغسطس 950,000 أو 980,000، بقي كم؟ 20,000. والآن فورا، لا تنتظر إلى أكتوبر، الآن تقول دي. هذا أيضا ربا، هذا أيضا ربا. تدرون لماذا هو ربا؟ يعني الناس قد يفعلون حركات ويسمونها بما يريدون، لكن دور الفكي أن يجدوا له ما نسمي بالتكييف، التكييف الفكري، أي هذه الصورة التي أمامنا كيف نظر إليها الفقه، أو كيف نظرت إليها الشريعة. الآن إذا جئت بشيكك إلى سوق الخصم وصاحب الخصم دفع لك 950، هذا في نظر الشريعة قرض، في نظر الشريعة أقرضك
تسعمائة وخمسين بشرط أنك تدفع له، يعني ترد له المال بعد شهرين في شهر أكتوبر. وكم ترد؟ هو سيأخذ الشيك منك، يذهب إلى البنك في أكتوبر ويأخذ مليون. إذن في لغة الشريعة كأنه أقرضك 950 وأخذ مليون بعد شهرين، أليس هذا هو الربا؟ فالخصم مثل، يعني سواء قالوا نعطيك 100 وتدفع 105 أو أعطوك 100 ناقص 5 وأنت ستدفع في مقابل، أو سيأخذون نيابة عنك 105، ما يسمى بخصم الأوراق المالية، كلها حرام. نعم. طيب مثلا لو جاءني إنسان وأريد أن أعطيه 50 مثلا وعندي 500، نعم، فذهبت إلى أحد التجار وأعطيته، أريد أن يصرفه لي، فقال ليس عنده صرف يبلغ هذا المبلغ، نعم، فأخذت منه مثلا 200، نعم، فقلت بعد حين أعود إليك لأخذ الباقي، نعم، فهل يدخل في هذا الربا أيضا؟ هو يختلف، أنت أعطيته نيرة وأخذت منه نيرة، أليس كذلك؟ أي هذا صرف لغوي لكنه ليس صرفا شرعيا. هو صرف في اللغة لكن في الشريعة ليس صرفا. الصرف يعني أن تصرف جنسا بآخر، يعني تعطيه دولار وتأخذ منه نيرة، هذا صرف. تدفع ذهبا ويؤتيك فضة مثلا، تعطيه دولار أو تعطيه ريال ويدفع، هذا يسمى صرف الأموال. نعم. طيب الآن الصورة التي ذكرها أنك دفعت له 500 بغرض أنه يحولها لك إلى جزئيات أقل، فقال ما عندي الآن لكن خذ 200 الباقي و300 فيما بعد. طيب هذا الذي قلنا هو تكييف، تكييف فقهي. ما الذي حصل هنا في هذه الصورة؟ ما الذي حصل؟ حصلت هنا ما يسمى بالوديعة، كأنك جعلت 300 التي لك أمانة عنده، جعلت 300 التي عندك أمانة عنده، يعني ليس بينكم بيع ولا شراء، يعني طيب إذا أنا راض بأن تبقى معك هذه 300 إلى يومين إلى 3 أيام إلى بعد ساعة إلى بعد ساعتين، فلا إشكال في ذلك، إنما من باب الوديعة. الإشكال قد يأتي إذا جئته فقال إن المال قد ضاع، قل إن المال قد ضاع، فإن لم يكن مفرطا، إذا لم يكن مفرطا فليس لك أن تطالبه بالبديل، لأن المودع عنده أمين، يعني هو يحسن إليك، هو محسن إليك، وليس على المحسنين من ما على المحسنين من سبيل. لكن إذا ثبت أنه فرط، أنه لم يحفظه في المكان المناسب، تساهل في حفظه، نعم تطالبه بالتعويض، لكن في الأصل أن يد المودع يد أمانة، يد المودع عنده يد أمانة وليست يد ضمان، ليست يد ضمان. نعم نعم نعم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. سؤال: أن يشترط في صرف المعتبر في الشريعة اختلاف الأجناس. نعم. هذا هو السؤال. أعيد السؤال. نعم. نعم. ما هو سؤالك؟ هذا هو السؤال. هذا هو السؤال. كما ذكرت أن مثل ما سأل عن السؤال. نعم. نعم نعم. أن من
جاء بالنيرة وأخذ النيرة، أن هذا يسمى صرفا؟ قلت هذا يسمى صرفا، لكن عندما ننظر إلى ما هو الصرف في الحقيقة يعني الذي يترتب عليه حكم الربا. نعم فهمت سؤالك الآن، فهمت سؤالك. الصرف حتى إذا كان في جنس واحد يكون صرفا. نعم، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع الذهب بالذهب. أحسنت. الصرف حتى إذا كان بين أموال في جنس واحد حتى شرعا يسمى صرفا، فلذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. فالصرف هو الذي لا ينبغي فيه أن تزيد على القدر الذي دفعته. أحسنت. فالصرف يتحقق حتى في سورة التي أوردها مبارك، لكن الواقع أنه ليس ثمة صرف، لعل هذا الذي سبقني لساني إليه. ما حصل ليس ثمة صرف، إنما مسألة إيش؟ وديعة، يعني أودع عنده 300 على أساس أنه، لأن إذا كان صرفا يجب أن يكون يدا بيد، إذا كان صرفا يجب أن يكون يدا بيد. نعم، والله أعلم. نعم، سؤال آخر. نعم، لا قطعا، يعني مبادلة الأموال غير الربوية لا يدخل فيها الربا. فلذلك العلماء عندما جاءوا إلى شرح حديث أبي رافع رضي الله عنه أن رجلا أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بعيرا من رجل، فلما جاء يطالبه ببعيره قال النبي صلى الله عليه وسلم ابعث له أما يساوي سن بعيره الذي استعرنا منه، فلم يجدوا فقالوا أعطوه ما هو خير من ذلك، فإن أحسنكم أحسنكم قضاء. من المخارج عند بعض الفقهاء أن الحيوان بالحيوان لا يدخل فيه ربا، لأن الحيوان بالحيوان ليس من الأموال الربوية. فإجابة على سؤالك، نعم، مبادلة الجوال بالجوالين أو بثلاثة جوالات، يعني خذ جوال أمريكي وبدله بثلاثة جوالات صينية، هذا لا إشكال فيه، لأنه ليس من المال الربوي. لكن إذا صار ثمنا نعم لا يجوز، لأنه صار مالا ربويا. نعم، آخر سؤال. نعم، نعم، إذا زاد أو استزاد. نعم، استزاد مثلا شخص مضاف إلى صاحب الأرز الذي يملك الأرز. نعم، وباع منه الأرز. نعم، طلب منه أن يزيد. هل هذا حديث يسوغ الكذب؟ لا. لكن الجنسية مختلفة، هذا يدفع المال هذا يدفع الأرز. طيب، شوف النبي صلى الله عليه وسلم فواضح قال لا تبيعوا البر بالبر والشعير بالشعير، لكن بيعوا كيف شئتم، إذا بعتم ذهب بالأرز يعني زيدوا كما تريدون. يعني عندما يبيع الشخص جنسين مختلفين بعضهما ببعض فيمكن أو تمكن الزيادة، هذا واضح من الحديث. فمن جاء إلى بيع الأرز هل يدفع له نيرة أم ذهبا أم يدفع أرزا مقابله؟ إذا كان سيدفع الأرز نعم نقول لا يجوز لك أن تقول زد، بل مثلا بمثل. لكن إذا كان يدفع فضة يدفع ذهبا فلا إشكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. على الفكرة، كيف فهمت أن الأرز مال ربوي؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الأرز. سؤال لك، كيف استنبطت أن الأرز مال ربوي؟ نعم، لا أنا أسألك الآن كيف فهمت أن الأرز
من الأموال الربوية. لا هو من الأموال الربوية الأرز من الأموال. كيف دخل؟ كيف دخل؟ البر الشعير بأي علة؟ ما العلة الجامعة بينهما؟ أحسنت. هذا ما قاله الإمام مالك رحمه الله تعالى. الإمام مالك قال العلة الجامعة بين هذه الأربعة، يعني انفصلوا، قالوا الذهب والفضة علتهما ماذا قلنا؟ الثمانية. طيب الأربعة الباقية في مذهب الإمام مالك قالوا العلة فيها الاقتيات والادخار. الاقتيات والادخار أي ما يقتات، ما يؤكل كقوت، ليس كفاكهة، وإنما يقتات كطعام حقيقي. هذا عنصر. عنصر آخر ويدخر، يعني ويدخر، ليس كالمانجو والبرتقال، هذه كلها لا تدخر، فلذلك لا يعتبرونه مالا ربويا. لكن قالوا إذا تحقق أنه قوت وأنه يدخر. وعند الإمام الشافعي مذهبه قد يكون أسلم. الشافعي يقول الطعم كل ما يصلح أن يكون طعاما، الطعامية هي العلة الجامعة بين هذه الأربع. وعند بعض الفقهاء قالوا الوزن والكيل، قالوا لأننا وجدنا هذه الأربع كلها يكال ويوزن. الشاهد أنك يعني أدركت أن الأرز ربوي لوجود علة، إذن الآن أصبحت أصوليا، يعني هذا معنى الأصول، يعني الآن نظرت إلى العلة التي تجمع بين الأرز، وإن كان الأرز لم يذكر في الحديث فنقلت حكم الشعير إلى الحرز لجامع بينهما. ما هو الجامع؟ الابتيات والادخار أو الطعمية. بارك الله فيكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.